ولو اتكلمنا برضو يا سارة، يعني نتكلم على الأمور الفنية أو الحالة التجهيزية اللي عليها فريق النادي الأهلي، اقدر اقول لك ان مستر بيتسو موسيماني طبعا في الفتره الاخيره كان صعد مجموعه من اللاعبين الناشئين من قطاع الناشئين في النادي الاهلي. النهارده من الممكن ان هيدي فرصه كبيره من بدايه اللقاء لبعض اللاعبين، عربي بدري في مركز الظهير الايمن، محمد فاخري في مركز ستة. يعني نقدر نقول ملامح التشكيل، نقدر نقول مثلا لو مستر بيتسو موسيماني طبقا يعني للملامح الاخيره، ممكن علي لطفي في حراسه المرمى، محمود وحيد في الظهير الايسر، وعربي بدر في الظهير الايمن، وايمن اشرف واحمد فتحي، ديانج ومحمد فخري امامهم، وليد سليمان كهربا، ممكن جيرالدو، ممكن احمد الشيخ، ويبقى مركز راس الحربه ما بين بادجي ومروان، وبنسبه كبيره ممكن يكون بادجي. دي ملامح التشكيل او النواحي الفنيه الخاصه بالفريق النادي الاهلي. اقول لك ايضا يا ساره حاله الجاهزيه، ومستر بيتسو موسيماني كان اتكلم مع اللاعبين ان المباراه مش مجرد مباراه احتفاليه، لا انا عايز اكمل سلسله من المباريات في الفتره الاخيره، والتجهيز ايضا لمباراه الدور النهائي ان شاء الله المنتظره للنادي الاهلي. ايضا عايز اقول لك على رقم مهم جدا، النادي الاهلي النهارده قريب ان هو يحققه. النادي الاهلي رصيده من النقاط 86 نقطه. النادي الاهلي النهارده بيتطلع لاحراز الثلاث نقاط علشان يرفع رصيده من النقاط للنقطه رقم 89 علشان يكسر الرقم القياسي المسجل للنادي الاهلي في موسم 2017-2018 ب 88 نقطه. لعبت النادي الاهلي النهارده على موعد مع التاريخ، ودايما بنقول يا ساره النادي الاهلي بيكسر ارقام نفسه. انا موجود معاك يا ساره، لو في اي استفسار اي تساؤل انا موجود معاك.